كانت هزيمه نجم نقولوا انسحاب قوي في القفصه ما كانش فيه لا ما فماش انسحاب احنا كلمنا الربيط باش نعملوا ريزيرف ما حبش يقبل كاو وقفنا اللعبه باش نعملوا ريزيرف احنا وكاو ترش اللي الربيط تحسب 5 مينوت ومن بعد ما فماش الربيط من اللي عينوه يحسب من اول نهار عينوه يحسب الربيط ويحسب الصالح بن قردان مش يحسب صالح قفص فما ظلم نعم فما ظلم اليوم فما كفر فطنيها الظلم فما كفر فما قهر شوفوا لا بيجي تبكر يا اخي سبحان الله انا قلت لك فما قهر القهر ما لخصش هنا انا كنت طلبت من لابي انه مش غادر الميدان نعم طلبت من لابي انه مش غادر الميدان هي ما حبش يقبل الريزيرف ودخل الاولاد ما اكثرش من دقيقتين ورجعوا ما حبش يقبل علينا الريزيرف والريزيرف بالضبط على شنو على اي من شندو معاقب ونقز من البارير ودخل الاستاد ما حبش يقبل الريزيرف انت حتى الوقت ما فتناش احنا عندنا 5 دقائق حق في 5 دقائق يمكن اللاعبين في 5 دقائق هبطوا في الميدان هي زفر الله اعلم علاش لربيت الزفر حسب هو حسب فيها سوكا به قوي في القفص شنو باش تعمل بعد المباراه هذه اسكو باش تقدم شكوى شنو هي الحاجه الاداريه بربي الشكوى الربي مع المنظومه ذي ما عندك وين توصل ما عندك وين توصل الشكوى الربي مع المنظومه ذي ما عندك وين توصل خويا واحد